للمزيد من المتابعة والتفاصيل عبر الهاتف ينضم إلينا سيد جمال رائف الكاتب الصحفي. أستاذ جمال أهلا بك يا فندم. تحياتي لحضرتك يا فندم وكل السادة المشاهدين. دعني أبدأ معك بشكل عام عن العلاقات المصرية اليمنية. كما نعلم هي علاقات تاريخية، دائما ما تقف مصر بجانب اليمن وأيضا اليمن بجانب مصر في أوقات ماضية وما زالت حتى هذه اللحظة. كيف نستطيع أن نعنون هذه العلاقات يا فندم؟ تفضل. علاقات مصرية ولها روابط مختلفة سواء على الصعيد الشعبي والثقافي وأيضا الروابط المتعلقة بالأمن القومي التي تجمع مصر واليمن، فهناك كذا رابط فيما يتعلق بالأمن القومي بالتحديد إذا كنا نتحدث عن البحر الأحمر، إذا كنا نتحدث عن الدائرة العربية أو الأمن القومي العربي، وبالتالي هي روابط تاريخية وممتدة، وطوال الوقت هناك علاقات في الحقيقة بتشهد تعاون مشترك، وسواء على صعيد الدعم المصري المتواصل لوحدة اليمن واستقرار اليمن، فهذه رؤية مصرية ثابتة على مدار العصور وتتجدد الآن، وهناك أيضا الآن تأكيد على هذه الثوابت المصرية التي تؤكد على يعني أهمية يعني وحدة اليمن والسلام الداخلي واستقراره وسلامة أراضيه، وبالتالي مبادئ مصرية ثابتة عبر التاريخ بدعم اليمن الشقيق، وأيضا اليمن يعني لديه علاقات طوال الوقت جيده مع الدوله المصريه سواء على الصعيد التجاري والتعاون الاقتصادي وغيرها من الامور. يمكن خير مثل على ما نتحدث عنه من جذور التعاون، يمكن رئيس المجلس القياده اليمني نفسه حصل على الماجستير والدكتوراه من القاهره، وهذا نموذج ان اليمن او يعني كل القيادات اليمنيه معظمهم كانوا يدرسون في القاهره، وطلاب اليمنيين كثيرا ما يدرسون في القاهره، وهناك روابط ثقافيه وفكرية طوال الوقت ما بين الشعبين، ويمكن حتى الرابط هذا المتعلق بالشق الشعبي هو كمان بيجعل اليمن وقيادات اليمن طوال الوقت بتشكر القيادة المصرية والشعب المصري على صفاتها للأشقاء اليمنيين في القاهرة، الجالية اليمنية في القاهرة ليس بالعدد القليل، ويلقون كافة سبل الدعم سواء على صعيد التعليم سواء على صعيد الخدمات وكافة الخدمات الأخرى، وبالتالي أعتقد أن هي جذور تاريخية تربط مصر واليمن ويؤسس عليها الآن بمجابهة التحديات القائمة سواء على صعيد اليمن أو على صعيد يعني مساندة اليمن كمان في مجابهة المتغيرات الإقليمية والدولية. الحقيقة يعني أيضا في نقطة أريد أن أستفيد بها معك، استراتيجية مصر اتجاه الدول سواء كانت العربية أو حتى الدولية سيد جمال، يعني كما قال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم أكد على تضافر جهوده للتوصل لحل سياسي للأزمة يضمن تعزيز السلام والاستقرار في البلاد. دعني أتحدث معك عن السياسة المصرية في ضرورة الحل السلمي لمعظم الأزمات التي تعاني منها الدول دون التدخل في الشؤون الداخلية، وهذا ما أكد عليه السيد الرئيس اليوم. بالتأكيد هذه هي الثوابت الدبلوماسية المصرية والقيادة السياسية المصرية رسخت لهذه الثوابت منذ يعني الخطاب الأول للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للأمم المتحدة، وفي الجمعية العامة للأمم المتحدة وجدنا السيد الرئيس يؤكد على هذه الثوابت المتعلقة بسياسة مصر الخارجية الداعمة للحلول السياسية، الداعمة لمؤسسات الدول الوطنية، الداعمة أيضا طبعا للبناء والتعمير واستخدام اليات التعمير والبناء لدعم الاستقرار الداخلي للدول، وايضا التاكيد على فكره مجابهه الارهاب والفكر المتطرف. ثوابت اساسيه في السياسه الخارجيه المصريه، مصر بتتحرك من خلالهم لمسانده الاشقاء سواء في الازمه اليمنيه او اي ازمه عربيه اخرى او حتى ازمه دوليه، هذه ثوابت وحقيقه انسانيه وثوابت منطقيه ايضا بتتحرك من خلالها القياده السياسيه المصريه لمسانده اي من الازمات الاقليميه، ووجدنا اليوم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد على هذه الثوابت في كلماته، يؤكد على دعم الدوله الوطنيه اليمنيه، على دعم القوى الشرعيه التي تقود الان البلاد في اليمن، ايضا تاكيد على دعم ايضا اليمن في مساره التنموي وفي مساره الخاص بالبناء وبناء مؤسسات الدوله، هذه هي الرؤيه المصريه الداعمه للاشقاء، وبالتالي بنجد دوما ترحيب بالدور المصري، ترحيب بالدور المصري سواء على الصعيد الدبلوماسي والسياسي او حتى على صعيد الاليه الجديده التي وضعتها مصر لدعم هذه الاليه الدبلوماسيه، وهي ما يمكن ان نسميه دبلوماسيه الاعمار، عشان كده وجدنا مصر متواجده في غزه بتحدث نوع من انواع الاعمار، ايضا بتشارك مع الاشقاء في ليبيا ايضا في الاعمار، وايضا في مختلف الدول الاخرى بتحاول ان تكون لها بصمات لها علاقه بالتنميه، كون التنميه ايضا احد وسائل الاستقرار الداخلي، عشان كده النهارده ايضا
القيادة اليمنية تتحدث عن أهمية التعاون مع مصر في هذا المجال، لأن التجربة في العراق، التجربة في اليمن، التجربة قصدي في ليبيا، التجربة أيضا في غزة، كلها شواهد بتأكد أن هذا الدور المصري الفعال صحيح. من الممكن أيضا أن يكون له أثرا إيجابيا بالتأكيد فيها. أنا بشكرك الحقيقة على كل ما تفضلت به من تفاصيل وحديث. سيد جمال رائف الكاتب الصحفي، كنت ضيفي عبر الهاتف في إكسترا اليوم، شكرا لك.